لقيت انه مفيش افضل من الاثار المصريه التجسيده ان انا اعيد احيائها عن طريق النوع ده من النحت. طبعا لما بدات انشر بقى الشغل الفرعوني لقيت يعني رد فعل مش طبيعي على الشغل ده، فده خلاني امسك في الموضوع اكتر واتبت، وان انا ابدا انمي الموضوع وان انا ابدا اطور من نفسي اكتر علشان الجوده تعلى، وفي نفس الوقت نكون على قدم مساواه مع فنانين اجانب هم امتهنوا الموضوع وهم اللي مسيطرين على الفن ده في العالم كله.